السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. إذا الآن غنمر لتصحيح المراقبة رقم 2 للدورة الثانية اللي كتعلق بمادة الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. إذا غنمر تمرين رقم 1، ضع وأنجز. إذا عندنا لاحظوا عملية الجمع ثم الطرح الضرب والقسمة. إذا كنا شفنا هاد العمليات الأربع. إذا عندنا 1542 زائد 1263. إذن أول شيء دائما نقول أننا يجب أن نبدأ من الوحدات ثم العشرات ثم المئات، والوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، والآلاف تحت الآلاف. إذن لاحظ هنا 2 زائد 3 تعطينا 5، 4 زائد 6 تعطينا 10، نكتب صفر ونحتفظ بواحد. هنا عندنا 6 زائد 2 تعطينا 8، 1 زائد 1 تساوي 2، إذا غتساوي لنا 2805. مروا لعملية الطرح. 9563 ناقص 3762، 3 ناقص 2 1، 6 ناقص 6 0، 5 ناقص 7 لا يمكن. شنو ناخدينا هنا؟ 15، وخدينا من 9، خدينا منها 1 تصبح 8. إذا 15 ناقص 7 تعطينا 8، و 8 ناقص 3 تعطينا 5. نمر لعملية الضرب. 137 في 72، إذا 2 في 7 تعطينا 14. إذا هنا عندنا نكتب 4 ونحتفظ بواحد، دائما بالنسبة للضرب الاحتفاظ على اليمين. 2 في 3 6 زائد 1 7، 2 في 1 غساوي لنا 2. إذن نوضع هنا الصفر، الانتقال من ماذا؟ من الوحدات إلى العشرات. إذن 7 كتمثل لنا في رتبة العشرات. إذن 7 في 7 تعطينا 49، نكتب 9 ونحتفظ بأربعة. 7 في 3 تعطينا 7 في 3 21 زائد 4 تعطينا 25. إذن نكتب 5 ونحتفظ بإثنان. 7 في 1 7 زائد 2 تعطينا 9. ونوضع عملية الجمع. 4 زائد 0 4، 7 زائد 9 16، إذا نكتب 6 ونحتفظ بنا 1 زائد 2 زائد 5 تعطينا 8، ثم 9، 9864. نمر القسمة. 63 قسمة 3. إذا كيف ما كنا شرحنا، إذا غنقول و 6 ممكن نقسمها على 3، نعم، لأن 6 أكبر من 3. إذا دابا غنستعملو مضاعفات 3. 3 في كم كتساوي لنا 6 أو قريبة من 6؟ اللي هي 3 في 1 غتعطينا كم؟ 3. إذا ليس ما كتساويش لنا 6. نجربوا 3 في 2، 3 في 2 كتساوي لنا 6. اذا نضرب، اذا فاش ضربنا في 2، 2 في 3 تعطينا 6، و 6 ناقص 6 تعطينا 0، وننزل 3. ما هو العدد الذي نضربه في 3 في 3 غيعطينا 3 او قريب من 3، اللي هو 3 في 1. اذا فاش ضربنا 1 في 3 غتعطينا 3، و 3 ناقص 3 راه غتعطينا 0. اذا 63 قسمة 3 راه تساوي لنا 21. نمر للسؤال رقم 2، احسب ما يلي. اذا عندنا هنا عمليات الكسر، لاحظ هنا عندنا عمليات، هنا عندنا عملية الطرح بالنسبة للأعداد الكسرية. لاحظ هنا 12 ناقص 13، عفوا 12 لا 13 ناقص 9 على 13. اذا هنا دائما نطبق القاعدة، لحساب فرق عددين كسريين لهما نفس المقام احسب فرق البسطين واحتفظ بنفس المقام. اذا عندهم نفس المقام اللي هو 13، نحتفظ بنفس المقام وماذا؟ واحسب ماذا؟ واحسب فرق عددين كسريين. اذا نحسب فرق ديال البسطين. اذا 12 ناقص 3 غتعطينا 3، اذا 3 على 13 بنفس الطريقه. انا غنحتفظ بنفس المقام اللي هو 9، وغادي نوضعوا الطرح. غنحسبوا فرق البسطين. 8 ناقص 4 تعطينا 4، 4 على 9، 19 على 14 ناقص 14 على 14، غنحتفظ بنفس المقام اللي هو 14،
وماذا؟ ونحسب فرق البسطين اللي هو 19 ناقص 14 غتعطينا 5، إذا هي غتساوينا 5 على 14.